السلام عليكم اخوان، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه، لاباس معكم ان شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد على كيفيه تربيه الدجاج الكروازي ومعلومات يعني على حساب التربيه ديالو والعلف ديالو. كما كتشوفوا اخوتي، من ناحيه العلف، من ناحيه الماكله ديالهم، راه هاد السلاله هادي بالخصوص هاد السلاله ديال الكروازي ما خصهاش العلف بزاف. من ناحيه الماكله خصها يعني خصهم الماكل يعني بالوقت، ويحاول يعني ماشي تشوفهم هما كياكلوا بزاف، واخا تشوفهم يعني كيجري وخصهم ياكلوا، هذه حاول يعني الملمات تكثروا لهم في الماء، وخصوصا في هاد الايام هذه يعني الصيف، حاولوا يعني تكثروا لهم في الماء، يعني خصهم الماء ضروري، الماء يكون بزاف. والانسان ولا قدر يعمل لهم الماء 3 مرات في النهار، يعني عمر لهم الماء كيشربوا وتوما كياكلوا عاود. ومن ناحيه الماكله ما حاولوا ما امكن تخلوا لهم في العلف شويه، وخصوصا الاناث الذكوره، يعني بغيت تعزل واحد النسبه الذكوره، ولا كانوا عندك الذكوره الفرارج بزاف ولا بغيت تعزلهم يعني تخليها بحدهم شويه وتعلفهم، ماشي مشكل، ولكن ما تعزلهمش كاملين عند الدجاج، يعني تخلي واحد المقدار الفرارج مع الدجاج. وحاولوا كما قلت لكم، حاولوا من الاحسن يعني الماكله ما تاكلوها ماشي بزاف، ولا كالو سمانو هادو ولا سمانو ما كيولدوش حتى غير، يعني كيجوز واحد المده طويله ما كيولدوش حتى كتستناها هما، يعني ما كيولدوش، كتعلف وكتوكل وكتشرب وكتصاير يعني لا بدون فائده. المهم كنقدم لكم هذه المعلومات بحكم التجربه ديالي يعني في هذا الميدان. ثم كتشوفوا دابا هادو اللي عندي هنايا، العمر ديالهم دابا 4 شهور، 4 شهور تبارك الله. قالوا لي بزاف يعني الناس السابقين في هذا الميدان، قالوا لي هادو اغلبيه هاد سلالات الكروازي كيولدوا يعني كيبداو يعملوا البيض على 6 شهور. انا الحمد لله الحمد دابا حاليا بداو كيولدوا لي على 4 شهور، دابا بداو كيولدوا شي حاجه قليله، ما باقي ما دوش كيولدوا كاملين ديك 3 بيضات 4. المهم داكشي اللي كيولدوا دابا، ونطلبوا من الله يعني من هنا القدم يكون خير ان شاء الله يا ربي. وعطالق مع الفرارج بزاف تبارك الله، كما كتشوفوا هما الفرارج موجودين. ايوا الاخوان، ومن ناحيه التربيه ديالهم يعني انا جبتهم هادو، جبتهم بالعمر في العمر ديالهم 18 يوم قول 20 يوم يعني بالعمر اللي جبتهم انايا، ومشيت معهم يعني بمرحله بمرحله، يعني هادو اللي كتجيبهم خاصك تمشي لهم، ما يعني ما تمشي لهم بالطريقه اللي كيكونوا بها عند مولاهم اللي يعني فقص، كتجيبهم لعندك وكتبقى تعطيهم واحد العلف ديالهم ديك الديماراج ولا المهم العلف ديال الدجاج، كتبقى تعطي لهم واحد المده، وكتبقى تخلط لهم يعني لو بغيت تقطع لهم العلف ديالهم كتبقى تخلط لهم معاهم شويه د الشعير، شويه الزرع، شويه د الروميه، المهم انت كتخلط لهم شويه بشويه، حتى كتقطعوا لهم مره العلف ديالهم. يعني العلف ديالهم الاحسن ما يعني ملي يفوتوا يكونوا فاتوا شهر ونص يكون العلف ديالهم حيدتو لهم، العلف ديالهم من ناحيه الدجاج اللي يعني الا كان خصك يولد لك البيض ما كيبقاش يعني كيبيض، ما عفوا كيسمنهم بزاف، يعني كيسمنوا العلف ديالهم كيسمنهم بزاف. ومن ناحيه هاد السلاله هادي كما قلت لكم اخوتي في بزاف ديال الفيديوهات، هاد السلاله هادي راه سلاله تبارك الله ما شاء الله، راه سلاله بياضه كتبيض، وقليل فيه كيقراطو فيهم سبحان الله، كيزدقو فيهم كيقراطو، اغلبيه ما كيقراطوش، كيبقاو يعني كيبقاو كيبيض واحد المده طويله، بالعكس يعني السلاله د البلدي، سلاله د البلدي سلاله مزيانه، يعني ما كنقولوش بانها سلاله ضعيفه ولا هذه في الانتاج ولا هذه، ولكن هاد السلاله هذه زايده عليها في الانتاج ديال البيض، وسلاله مزيانه، وكنصح بها انا، يعني كنصح بها الناس اللي باغيين يدخلوا في هذا الميدان ديال تربيه الدواجن ولا الدجاج البياض، يعني من الاحسن هاد السلاله هذه، راه السلاله هذه كنصحكم بها وكنضمن لكم ما شاء الله كيبيضوا تبارك الله، والبيض ديالهم تبارك الله، البيضه ديالهم بيض مزيان، بيض كبير يعني الحجم ديالو على البيضه الدجاج البلدي العادي فرق كبير بيناتهم. وكنصحكم الاخوان بعد السلالات،
ومادام ولا بغى الانسان ولا بغى يبدا المشروع هذا خوتي، يحاول يبدا بواحد الكميه قليله. هذه نصيحه يعني، يبدا بواحد الكميه قليله، ما يفوتش واحد العدد ديال 20 ولا المهم من 30 ورود لتحت. ايوا خوتي، وكان كاين بزاف ديال المعلومات ونقدمهم لكم فيديو اخر ان شاء الله.